مصر للقب الطيار المجنون. نعرف القصه كملتها. حضرتك مصممه؟ جدا جدا، ده انا عندي اشتياق ليها غير طبيعي. عندما يتعرض الطيار المقاتل للموت المحقق، انا ميت ميت بس مش هموت الا بعديه. محدش هيعدي على جثتي ابدا وياخد امي وبنتي ومراتي وبلدي، ابدا مش هيحصل، لازم هموت بعديه. في مناوره اسمها مناوره الموت الاخيره. المناوره دي بتتدرس للطيار المقاتل نظري وليس عملي، لان العملي نسبه النجاح فيها تقريبا صفر. ايه اللي بيحصل؟ انا بلاقي الطيار العدو جاي ورايا بيضرب عليا بالصواريخ او بالمدافع بتاعته، بقوم حاطط الطياره بتاعتي في اتجاه الارض وبنطلق باقصى سرعه. لو نزل ورايا مش هيطلع، وغالبا انا مش طالع، لكن ابا ما متش على ايد هذا العدو ابدا. فبنطلق في اتجاه الارض باقصى سرعه، لو جه ورايا مش هيطلع زي ما قلت لحضرتك، لو ما جاش احتمال ضئيل ان انا انجو. بعد ما انجو انا بنزل بالطياره كده بلف في نص دايره واطلع تاني. لما انا عملت كده هو ما جاش ورايا، وقال لك بقى الطيار المصري المجنون اللي هو نازل بيموت نفسه. يلزم لهذه المناوره 6500 قدم. انا بعد ما حطيت الطياره كده بصيت لقيت العداد بتاع الارتفاع 3000 قدم. وقتها ما بصيتش لعمرك ولا مش طالع لحياتك ولا لاي حاجه، مش طالع، ما بصيتش بقى لعمري، بصيت لربنا سبحانه وتعالى ان جيت يا رب انا بقاتل في سبيلك، شوف لك حل فيا. طلعت الطياره، ايه اللي طلع الطياره؟ مش انا، سيدنا جبريل ولا الملائكه الشداد الغلاظ اللي كانوا موجودين معانا، ولا جعفر الطيار؟ قد ايه نفسي الشباب يسمعوا كلام حضرتك ويقينك وكم الدين اللي عند حضرتك. الحمد لله، لازم الانسان يكون موجب موقن بالاجابه، وهو ده اللي احنا كنا ملقحين جتتنا على ربنا ملناش غيره. قلت له يا رب ايدك معايا. طلعت الطياره، بعد ما طلعت الطياره ببص قدامي كده لقيت غبي في الفضاء، الطيار اللي كان جاي يضربني لقيته قدامي. بسم الله الله أكبر. طلعت أول صاروخ، تذكرت جيدا إن أنا مش لازم أكبر وأسمي على هذا الخروف، فقلت له الصاروخ الثاني صحيح ثمنه 10000 جنيه مش خسارة فيه. قمت مطلع الصاروخ الثاني وقلت له ابتسم أنت تموت الآن. طلع الصاروخ صايب، لا لحق فطور ولا شاف معاد عشاء، وانفجرت الطيارة ونجا المنصوري، وأنا قاعد قدام حضرتك ده حي أرزق والحمد لله. فقال لك ده مجنون. شرف ليا كبير ان حضرتك قاعد قدامي. شرف بس لينا. برضو معانا صور حابه حضرتك تعقب عليها. تمام. قول لنا الصوره الجميله دي. دي العبد الفقير لله المنصوري، ودي الخوذه اللي انا كنت لابسها اللي حضرت معايا مع حضرتك معانا النهارده. دي موجوده معانا هنا، وحضرت جميع المعارك اللي فيها ريحه الدم والعرق والتعب والصبر، وهي اللي باقيه من اللي ضاع. كل حاجه كان كل حاجه ضاعت فهي موجوده معايا. دي صوره الطياره المقاتله الميج 21، كاجمل صوره للطياره ديت في العالم. واقف جنبها الطيار المصري المجنون في اباء وشموخ، وحاسس ان مفيش حاجه ابدا في الدنيا تقدر تملى عيني. ودي الطياره اللي كانت بتعيش معايا وعاشت معايا اكتر من مراتي، واللي انا بروح لها في بانوراما 6 اكتوبر، لان نكمل الصوره ديت. الصوره دي ارجو ان شباب مصر، شباب وفتيات، يحطوها في قلبهم كويس قوي. ده جناح